فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد، والذي نجيب فيه على اتصالاتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج كما هو ظاهر ومبين على الشاشة أمامكم الآن. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. عندي الأخت أم إبراهيم من أبو ظبي بارك الله فيها، سألت بالنسبة لمن فاتته صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، ماذا عليه؟ يا أختي أم إبراهيم، أولا لابد للمسلم أن يعتني بصلواته، ولا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها حتى يخرج هذا الوقت متعمدا، إلا إذا كان ثم عذر كنوم مثلا أو نسيان أو شيء من هذا القبيل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما إذا أوقع المسلم الصلاة في وقتها فإنه ولله الحمد قد أسقط الفرض عنه، لكنه فاتته الفضيلة، بمعنى أن يؤدي الصلاة على أول وقتها، كما صحت بذلك النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أفضل العمل قال: الصلاة على وقتها. وبالنسبة لصلاة الصبح، إذا فاتت الإنسان صلاة الصبح يجب عليه مباشرة أن يقوم ويصلي، ولا يجوز له أن يؤخرها. وللأسف الشديد بعض الناس الآن يستيقظ مثلا قبل طلوع الشمس بربع ساعة، فيتساهل ويتكاسل حتى تطلع الشمس ويخرج وقتها. لا، الواجب عليك والواجب عليك إذا بمجرد الاستيقاظ أن يقوم الإنسان فيتوضأ ويصلي مباشرة، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر ولله الحمد والمن. أما ما يفعله بعض الناس ينتظرون ثم يؤخرون إلى اليوم الثاني، هذا كله غلط، بل هذا ذنب عظيم. لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة إلى مثل هذا الوقت وذمته تكون مشغولة في مثل هذه الحالة. نعم، تفضل أخت فاطمة من عمان. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ مرحبا أختي، أهلا وسهلا. شيخ، بس حبيت أسأل عن الذهب، الزكاة، زكاة الذهب كيف يكون؟ عندي مثلا مجموعة من الذهب، في بعض الذهب ألبسهم دائما، والبعض الآخر ألبسهم فقط في المناسبات. إيه، لكن ما عندك ذهب يا فاطمة، ما عندك ذهب وضعتيه للبيع والشراء؟ لا لا أبدا، هذا الذهب خاص بي أنا. أبشري أبشري. عندك سؤال ثاني؟ لا شكرا يا شيخ، تسمعين الجواب إن شاء الله. تفضل أخي محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساء الخير يا شيخ. مساء الخير والعافية. الشيخ، العام الماضي الوالدة في رمضان أفطرت 7 أيام غير مثالية، أفطرتها بنتهم وهي ما كانت تدري، لأن هي كانت مريضة وكانت تعطيها بعد الأذان الفجر الأدوية بساعة يعني. إيه؟ والوالدة كانت ما تدري، فما علينا يعني. تعطونها أدوية بعد صلاة الفجر؟ لا، هي ما تدري أن الوقت دخل يعني في الصيام الوقت، بس البنت كانت تأخر لها على أساس هي عندها أدوية القلب، هي تتعب يعني كثير. نعم. وكانت تأخرها ساعة يعني، إذا كان الإفطار يعني ساعة. وهي كانت تنوي الصيام. هي كانت تنوي وما تدري، لأن ساعة يعني ما تدري أن إحنا نفطرها. أي طيب، وش نوع الأدوية؟ أقدر أعرف نوع الأدوية أخوي محمد؟ طلع وكانت تستعمل أدوية القلب. لا، لكن حبة القلب اللي تحط تحت اللسان؟ لا. شراب يعني، شراب تشرب. نعم، تشرب عليها مي. نعم شراب. 7 أيام فقط؟ 7 أيام طول الشهر يعني، مو غير يعني، غير مو يعني بالتالية متقطعة.
تقطع، لكن 7 أيام كانت تأكل وتعطى العلاج بعد طال عمرك، هي بعد الأذان الفجر بساعة نأخر لها الأدوية. طيب أخبرتوها بهذا؟ لا ما أخبرنا إلى الآن. ها؟ إلى الآن. وقادرة تصوم هي؟ والله هي حاليا سوينا عملية مرتين في مستشفى دبي، وحاليا تنتهي الأدوية، لكن تقول إن شاء الله أني بصوم. طيب إن شاء الله تقول يعني. تسمع الجواب أخوي محمد. شكرا. مرحبا. تفضل محمد السعودية. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. يا شيخ أنا بطلع الزكاة. إيه. والدي ووالدتي متوفين. نعم. فهل أنوي الزكاة لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات؟ وطال عمرك هذه الزكاة زكاة المال ولا زكاة الفطر؟ لا زكاة المال. طيب يا أخوي محمد تسمع الجواب يا أخوي محمد. فضل يا فاطمة من السعودية. أهلا يا شيخ. حياك الله أخت فاطمة. يعطيك العافية. بقيت أسأل عن أخوي ملك على وحدة. طيب إيه؟ وبعدين هو نفسه انسحب، يعني هو اللي ما بغى، يعني ما بغى البنت. إيه؟ بس دفع لها المهر 35 وهدية حق أمها 5000 والشبكة، يعني هل لنا حد قبل الدخول؟ ترى ما اختلف فيها. إيه؟ بدون خلوة أبدا ما اختلف فيها. ما خلف فيها. نعم أبدا، يعني ما تقفل الباب على قول أنت متخلوة. هذه سألنا حنا ما هل لحق. طيب يا فاطمة أبشر إن شاء الله. الله يعافيك. مرحبا. تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم شيخنا. السلام ورحمة الله. الله يرضى عليك الشيخ. بالنسبة للموظف اللي يتقاضى راتب حكومي، هل نهاية كل عام تجب عليه الزكاة؟ على العلم أنه الراتب هذا ينفقه، يعني ما يضول من شيء، ما يبقى من شيء آخر السنة. لا يعني هو طبيعة الحال نصف الشهر راتب أصلا مخلص. نعم صحيح. فهل توجب عليه نهاية الزكاة؟ أبشر أخوي أبو عبد الله تسمع الجواب. الله يحفظك الشيخ بارك. وإياك. هلا. تفضل أم محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت الشيخ بغيت أسألك، أنا أبوي توفى الله يرحمه وما عطي المؤخر، فهل المؤخر بيكون دين عليه حق أمي ولا لا؟ ما عطى الوالدة. ها؟ هي. إيه. وفي سؤال ثاني يا شيخ، إحنا يداتنا وهذيل عندهم معتقدات، مثلا إذا الحرمة ربت بالياهل أول واحد وبعدين اللي عقبه، طبعا استغفر الله، يعني أنا أحس أن هذا الشرك، اللي عقبه يعني طاحوا صار جهاب، فيقولون والله في شيء في ظهره وما أدري شو لازم تكونهم. إيه. فما أدري بغيت رأي الدين في هالشيء. يعني قصدي إذا جاء بعد المولود البكر أولاد يقولون هذا مشكلة في البكر. ها؟ ولا في إيه؟ إن إذا ماتوا، يعني إذا أجهضت الأم أو ماتوا، يقولون والله يا إما في الياهل الأول البكر أو في الأم نفسها. طيب يا أم محمد. ويشوفون وراء الظهر ما أدري الشعر ما أدري شو. ويقولون والله يكونهم في هالمكان، واستغفر الله يعني بعدين يعني بيتمون استغفر الله يعني الياهل. طيب يا أم محمد أبشري. جزاك الله خير. مرحبا أختي. مرحبا. تفضل يا هدى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك. اتصلت عليك قبل كده يوم الجمعة، كنت عاوزة تلفونه في الخاص، لكن ممكن احكي لك المشكلة حقتي. طيب اعطوك التلفون اختي؟ لا ممكن احكي لك هنا في التلفون في لا اذا 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 اختي هدى، اذا كان مسألة خاصة وكذا وما تصلح امام الناس خليها في التلفون. تحت الهواء افضل. اي خذي التلفون. خذي التلفون ارجع اتصلي مرة ثانية وان شاء الله بيعطونك الرقم. نكتفي. تفضل يا مشاهد. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. بغيت أسألك عن صيام العشر الأواخر من شعبان، سواء كان الاثنين الخميس أو غيرها. من شعبان؟ حكم صيام العشر الأواخر من شعبان. طيب طيب أبشر يا مشاهد أبشري. نكتفي. طيب الأسئلة كثيرة اليوم. الأخت فاطمة من عمان بارك الله فيها تسأل عن زكاة الذهب، تقول عندي ذهب بعض ألبسه باستمرار وبعض ألبسه في المناسبات. يا أخت الفاضلة هذه مسألة خلافية بين العلماء، سبق أنني شرحتها كثيرا في هذا البرنامج. بعضهم يقول يزكى هذا المال، وبعضهم يقول لا يزكى هذا المال، اللي عفوا الذهب الملبوس
الذي تلبسه المرأة. أنا أفتي في هذا البرنامج بأن الذهب الذي تلبسه المرأة لا زكاة عليه، فأنت يا أخت الفاضلة هذا الذهب الذي عندك أعددته للزينة وللتزين للزوج والمناسبات، ما أعددته للبيع والتجارة، فهو أشبه بالقنية مثل باقي أثاث البيت وكذا، ما عليه زكاة يا أخت فاطمة والحمد لله. محمد من الشارقة يقول بأن الوالدة العام الماضي في رمضان كنا نعطيها أدوية، عندها مشاكل في القلب وكما ذكر بعض الأمراض، يقول وكنا نعطيها بعد ساعة من الفجر تتناول هذه الأدوية وما تدري عن ذلك، كان يعني يقول بناتها يعطونها أو أولادها يعطونها هذا الأمر. أسأل الله تعالى يا أخي محمد أن يمن على الوالدة بالشفاء والعافية وأن يرفع درجتها وأن يجعل ما أصابها كفارة. يا أخي الفاضل ما دام أنها قادرة على القضاء ومستطيعة لا بد أن تقضي، بارك الله فيك، حاولوا الآن إذا استطاعت تقضي فلتبادر، تقول لا والله الآن من قريب أجرت عملية وكذا، لا اتركوها، إذا أحبت تصوم رمضان وهي قادرة على ذلك جيد، إذا ما استطاعت تطعم عن كل يوم مسكين وبعد ذلك تقضي هذه الأيام اللي هي التي عن العام الماضي، إن لم تستطع أيضا أطعمت عن كل يوم مسكينا. فأنتم يا أخي الفاضل شوفوا حالتها هل تستطيع الصوم أم لا، إذا تستطيع الصوم ما تكفر ما تخرج كفارة، يبقى الصوم في ذمتها، إذا ما تستطيع لا تطعم عن كل يوم مسكينا سواء السبعة الأيام الماضية أو رمضان القادم. كأنني أنا فهمت منك بأنك تقول تستطيع الصيام فيما بعد، إذا تنتظر حتى تبرأ وتشفى ثم تنتظر بعض الأيام أيام البراد والشتاء تصوم فيها النهار قصير والجو بارد، يعينها بإذن الله تعالى على إتمام الصيام. الأخ محمد من السعودية يقول والده ووالدته توفوا وهو يريد وينوي إخراج الزكاة، يقول هل أنوي عنهم أم لا؟ لا يا أخي محمد ما تنوي عنهم، أنا ما عرفت كيف تنوي عنهم، الزكاة هذه لك أنت، مالك أنت تنوي عن نفسك أنت، فالزكاة تخرجها لأن ركن من أركان الإسلام، أنت المخاطب بها، أنت المكلف بهذه الزكاة، ما في علاقة للوالد أو الوالدة يا أخي الفاضل، هذه بالنسبة لزكاة الركن، هذه لزكاة الركن، طلع الزكاة. ولذلك أنا سألتك زكاة المال ولا زكاة الفطر، تقول لي زكاة المال، إذن هذه عن نفسك. حتى زكاة الفطر بالنسبة للميت ما يطلع عنه، زكاة الفطر للأحياء بارك الله فيك. تقول والله أنا أخطيت في السؤال أخاف أني أنا ما أدري، تقصد الصدقة تنوي الصدقة عن الوالدين، ما في شيء يعني تطلع مثلا مبلغ 1000 ريال 500 ريال، تقول يعني في خاطرك ونفسك ونيتك بأن ثوابها للوالدين هذا طيب تؤجر عليه، أما زكاة المال ما للوالدين علاقة فيها أبدا يا أخوي محمد، هذه تخصك أنت بارك الله فيك، أنت اللي تطلع الزكاة وأنت المسؤول أمام الله عن هذه الزكاة. فاطمة من السعودية تقول بأن أخاها عقد على وحدة على بنت ثم هو الذي انسحب وما حصل خلوة ودفع لهم مهر 35,000 وهدايا وشبكة ومن هذا القبيل، وش اللي عليه وش اللي له؟ يا أخت فاطمة ما دام أن أخاك قد طلق قبل الدخول ولم يحصل خلوة فله نصف المهر ولها نصف المهر والباقي له هو، وأما الشبكة وأما الهدايا فالشبكة هذه داخلة ضمن المهر، الشبكة داخلة ضمن المهر، تبقى الهدايا ما أدري عاد أنتم في أي منطقة وش العرف اللي عندكم، الهدية مع تبع المهر ولا الهدية مستقلة؟ إذا كانت الهدية مستقلة ما لها علاقة بالمهر فله الحق أن يرجعها، وأنا لا أنصحه بأن يرجع الهدايا، الهدايا خليها على ما هي عليه، لكن إذا جينا للحكم الشرعي يقول لأبي حقي مثلا له الحق، أما إذا كان لا الهدية داخلة مع المهر فله نصف هذه الهدايا مثل الشبكة، له نصف الشبكة وأيضا له نصف المهر وهي لنصف الباقي، إذا بغى يعفو كما قال تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى فهذا شيء طيب، لكن يقول لا بحقي له النصف من هذه الأشياء كلها. طيب بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله تعالى أعود فألتقيكم. جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. أبو عبد الله من الشارقة يقول بالنسبة للموظف الذي يتقاضى راتبا من الحكومة في آخر السنة هل عليه زكاة؟ يا أخي أبو عبد الله بارك الله فيك، الراتب كراتب ما عليه زكاة، الزكاة على المال،
سواء كانت راتب أو تجارة أو أي شيء يدخل على الإنسان يعني يستفيده الإنسان، هذا الذي عليه الزكاة. بالنسبة لراتبك أنت الآن، هذا المال إذا بقي إلى آخر السنة 12 شهر قمري موجود وقد بلغ النصاب تزكيه، تقول لا والله ما يبقى شيء، يعني الراتب الأول أنفقه، الراتب الثاني أنفقه، يبقى شيء من الرواتب الأخيرة فقط بسيط، هذا ما تزكيه بارك الله فيك لأنه ما حال عليه الحول. لكن أنصحك بارك الله فيك إذا جاء آخر السنة وبقي جزء من المال، فأنت الآن ما تدري الرواتب هذه التي حال عليها هل هو الراتب الأول أم الراتب يعني أم الثاني أم أنه لم يحل عليه الحول، بحيث أن الثاني قام مقامه. فإذا وجد عندك شيء من المال من باب الاحتياط للعبادة أخرج زكاة، يعني لو نفترض مثلا وجدت 10,000 مثلا في حسابك آخر السنة زكيها، طلع 250 درهم والحمد لله، وتحتسبها عند الله جل وعلا، خروجا من يعني مسألة عدم الانتباه لمثل قضية حوالان الحول على بعض المال. أم محمد من الشارقة تقول بأن والدها توفي وتبين بأنه ما أعطى الوالدة المؤخر من المهر، هل يبقى دين في ذمة الوالد؟ نعم يا أم محمد، نعم الوالد الآن تستحق المؤخر من المهر من تركة الوالد، إلا أن تسامح، إذا سامحت وعفت جزاها الله خير. إذا تقول لا والله هذا حقي وهذا حق مشروع لها، الوالد قسم المهر مقدم ومؤخر، المؤخر من حقها، فلذلك أول شيء تفعلونه في تقسيم التركة قضاء الديون، ومن ضمن الديون مهر الوالدة، المؤخر حق الوالدة هذا يعطى لها ويخصم، تشوفون باقي الديون اللي عليه والمسائل الأخرى مثل الوصايا والوصايا، وبعدين يقسم على التركة المتبقي. أم محمد تقول عندنا معتقدات الله أعلم بها، تقول عندنا موجودة، تقول إذا بعض النساء جابت ولدته وهذا الولد سلم ثم الثاني والثالث يموتون، يقول هذه مشكلة في ظهر الولد أو شيء من هذه الاعتقادات، ويستعملون الكي ويستعملون غير ذلك. يا أخت الفاضلة فيما يظهر والله أعلم أن هذه خرافات لا رصيد لها من الحقيقة ولا من الواقع شيء، وهذه قد تكون يعني جلبوها من الأيام الماضية أيام الجهل والخرافة، حيث كانت تعبث الخرافات في عقول الناس وعقائد الناس، وهذا كان أيضا موجودا في الجاهلية، كانوا أحيانا يسيبون السوائب ويذبحون الذبائح يقدمونها إلى القرابين إلى الأصنام حتى ينجو يعني الأولاد حينما يموت للإنسان يعني أو لا يبقى له أولاد. ولذلك أنا يعني أنصحك بأن تنصحي هؤلاء بأن يتركوا هذه الاعتقادات، خاصة مع وجود الحمد لله الطب الحديث، وجود هذه يعني التطور في عالم الطب وكذا، ممكن أن يعرض، والأعمار بيد الله، الأعمار بيد الله، الله جل وعلا ربنا وخالقنا يفعل بنا ما يشاء سبحانه وتعالى، وأعمارنا كلها بيد الله، والناس كلهم سائرون إلى الدار الآخرة، وإن وجد مرض مثلا ظاهر يعرض على الأطباء ويعالج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، على العموم تنبهون من مثل هذا الأمر. نعم أي طيب. أم شهد تسأل عن صيام العشر الأخير من شعبان، تقول ما حكم صيام العشر الأخير من شعبان أو الاثنين والخميس من الأيام الأخيرة من شعبان؟ يا أختي أم شهد بارك الله فيك، ما عندنا في السنة النبوية صيام العشر الأخير من شعبان، من اعتقد بأن صيام العشر الأيام الأخيرة من رمضان سنة فهذه بدعة، هذه ما عندنا شيء فيها. الصيام إما أن تصوم تصومين شعبان كاملا، أو لا تصومين بمثل هذه الطريقة، تصومين أول شعبان أو منتصف شعبان الأول أو منتصف شعبان الثاني، هذا ما عندنا شيء فيه. الأمر الثاني ما يتعلق بالاثنين والخميس، صيام الاثنين وصيام الخميس، إذا كان الإنسان لديه عادة بصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع من العام ومستمر على هذه الطريقة ما في بأس، يصوم الاثنين ويصوم الخميس ولو كان الأسبوع الأخير من شعبان. أما إذا كان ما له عادة وإنما تقصد صوم الاثنين وصوم الخميس من شعبان اعتقادا منه على أن هذه سنة فهذه بدعة، هذه ما ورد فيها شيء، يتقصد نحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله أو أغلبه، ونهى عليه الصلاة والسلام أن يوصل شعبان برمضان،
قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين حتى لا يشبك النفل بالفرض ويختلط على الناس. فيا أختي الفاضلة لا بد من الانتباه لمثل هذه المسألة. تفضل يا مريم من تونس. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ عندي مجموعة من الأسئلة لو سمحت. تفضل يا أختي. شيخ أنا أدرس معلمة تعليم ابتدائي وأتقاضى مرتبا شهريا كل شهر. إيه. هل لي أن أزكي هذه الأموال؟ هل لي أن أزكي راتب الشهري شيخ؟ طيب سؤال أنا نحن لدينا عطلة في تونس 3 أشهر ولكن نتقاضى فيها أجرنا. إيه. هل ذلك المال الذي نتقاضاه نحن حلال شيخ أم افتني أرجوك؟ يعني العطلة الشهرية هذه الرسمية عطلة 3 أشهر رسمية. أي أي نعم عطلة طيب. 3 أشهر طيب. السؤال الثاني شيخ السجدة في القرآن عندما أتلو القرآن وأقرأ القرآن أتعرض إلى سجدات موجودة في القرآن هل يجب علي أن أسجد فعلا أم قد أتجاوز ذلك تلك السجدة؟ طيب طيب. السؤال الآخر شيخ من فضلك نحن لدى يوم الجمعة تجتمع بعض النسوة في مسجد منزل إحدى الأخوات ويقمن بالصلاة الكاملة شيخ اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما ذلك النص الذي يعرفه الجميع. كيف 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 الصلاة أختي كيف هذه الصلاة أعيديها علي هذه؟ الصلاة الكاملة اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد النبي الذي تنحل به العقد وتنفتح. نعم نعم وضح خلاص وضح. شيخي نحن النسوة يأخذنا ميزان معين من قطع الحلوى ويقرؤون في صمت تلك الصلاة سريا مجموعة من النسوة 12-13 من النسوة 4440 مرة 4440 مرة الله يعينهم. أي ثم الشيخ كل مئة صلاة يضعون قطعا من الحلوى في صحن بعد ذلك تقسم تلك الحلوى ويتناولونها ثم يدعون ختام ذات تلك الصلاة تدعو المقدمة بما الأدعية المتاحة جميعا ثم نأخذ قطع الحلوى ونودع على أولادنا بنية النجاح أو الشفاء أو زوجي قال لي هذه بدعة شيخي. نعم نحن نقوم بذلك يوم الجمعة افتني أرجوك شيخي. طيب طيب ما الحق مع زوجك لكن إن شاء الله أفصل لك بإذن الله. سؤال آخر شيخي لو سمح أنا أصلي ركعتين قبل الصبح وأربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء ما اسم تلك الصلوات شيخ هل هي سنن أم رواتب أم نوافل؟ طيب يا أخت مريم بارك الله فيك شيخ. طبعا أنا في آخر الوقت ما أدري أستطيع أنني أجيب على أسئلتك كلها لكن إذا حصل ما استطعنا غدا إن شاء الله أكمل لك. الله جزاك الله خير شيخ. أهلا وسهلا بارك الله فيك. مرحبا. تفضلي خالد من اليمن. خالد ذهب. خالد من؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ معك عبد الله من الجزائر. من يا أخي؟ عبد الله من الجزائر. تفضل يا أخي عبد الله تفضل. أخ أنا شاب جزائري وعندي الجزائر قبل شغل دولة أنا دارت وكالة من أجل تدعيم الشباب. أخ عبد الله ما سمعتك ما فهمت عليك ماذا تقول؟ قلت لك هنا في الجزائر دولة تاعنا. في الجزائر ماذا؟ الدولة تاعنا دارت وكالة لدعم تشغيل الشباب. الدولة تعمل ماذا؟ وضعت وكالة لدعم تشغيل الشباب. وكالة؟ لدعم تشغيل الشباب. لدعم الشباب نعم دعم وتشجيع الشباب نعم. هاي الوكالة هذه تتعامل مع البنوك. نعم. الوكالة قلت هذه تتعامل مع البنوك. طيب بنوك الربوية يعني. درك وشيني هم الخطرة الأولى كانوا دارين فيها قالوا ليزانتيري هذوما ومن بعد ولات الدولة ولا تعاودت تحدث ليزانتيري هذوما ما عادش نحتهم الفوائد هذوما. طيب السؤال أين يا أخ عبد الله؟ أين السؤال؟ درك أين ما مش عارفين درك ساعات أنا إنسان فهمنا تقسيط عندنا الأئمة لهنايا. تقسيط عندنا الأئمة لهنا أخرين قالوا لك باللي راها ما دام نحات الدولة ليزانتيري. راهو حلال اخرين قاعدين مستمر في قالك ما دام راه الدوله اسمها شغل باقي شغل حرام دور قاعده كاين خلط ما بين اسكو حلال ولا حرام. طيب ابشر ان شاء الله يا عبد الله ابشر ان شاء الله بسم الله. نعم تفضل يا سالم ليبيا. سالم طيب
أرجع الأسئلة. الأخت مريم من تونس تقول بأنها مدرسة ابتدائي وتأخذ راتبا شهريا، تسأل عن كيفية الزكاة. يا أخت الفاضلة، لعلك سمعتي جوابي على الأخ الذي اتصل قبل قليل، وأقول لك بأن هذا الراتب كراتب ليس عليه زكاة، الزكاة على المال. فإذا بقي عندك شيء من هذا المال إلى آخر السنة تزكينا يا أخت مريم، بارك الله فيك. المال الموجود عندك في آخر السنة تخرجين زكاته. مريم تقول بأن عندهم عطلة شهرية لمدة 3 أشهر تمنحها الدولة لهم، ويتقاضون الراتب. هل هذا الراتب حلال أم حرام؟ حلال يا أخت الفاضل، هذا ما في شيء. العطلة الشهرية من حقك، لذلك أنت بينك وبين الدولة عقد، هذا العقد من ضمن بنوده أنك تأخذين إجازة لمدة 3 أشهر، وبعض الدول 2 شهر، وبعض الدول كذا، وتمنحين مكافأة أو راتب على هذه الإجازة، يعني مصروفة مقدما ما فيها شيء، أو مصروفة عموما ما فيها شيء يا أختي مريم، وهذه حلال لك والحمد لله. مريم تقول بالنسبة لسجدات القرآن، هل يعني يجب أن أسجد أم أنه مستحب؟ لا يا أختي الفاضل، هذه مستحب وليس واجبا. السجدات القرآن مستحب، يعني الإنسان إذا ما سجد ما عليه إثم، لكن الأفضل إذا كان الإنسان يعني متطهرا أو كان على حال يستطيع السجود ما في بأس. حتى الطهارة ما يشترط فيها، يعني لو كان الإنسان يقرأ القرآن من حفظه وهو على غير طهارة ثم مر بآية السجدة وسجد، وعفوا ومر بآية السجدة وله أن يسجد ولو لم يكن متطهرا، لأن هذه ما تسمى صلاة، هذه سجدة ليست لها أحكام الصلاة. الأخت مريم في سؤالها الرابع تقول بأن يوم الجمعة يجتمع مجموعة من النسوة ثم يأتون بما يسمى بالصلاة الكاملة على النبي عليه الصلاة والسلام، وسمعتم سؤالها الطويل كيف أنهم يقرؤون 4000 أو يقولون 4440 مرة اللهم صل على محمد صلاة الكاملة هذه إلى آخرة، ثم بعد كل 100 صلاة يضعون حلوى، ثم بعد ذلك يأكلونها، ثم يوزعون بنية الشفاء وبنية كذا وكذا. يا أخت الفاضل، هذا كله من البدع، وهذه من أخطر البدع، هذه من أخطر البدع، وهذه البدعة فيها تشبه بعقائد فاسدة ليست من دين الإسلام. جاءت يعني هذه البدعة الموجودة الآن أخذ كثير منها من عقائد فاسدة من ديانات أخرى، من ديانات أخرى معروفة ومشهورة، دخلت على هذه البدعة فتكونت بمثل هذه الصورة. اتركوها بارك الله فيكم ولا تلجأوا إليها، ونبهوا هؤلاء النسوة على هذا الأمر، وبينوا لهم بأن هذه الصلاة لم ترد لا في القرآن ولم ترد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعلها الصحابة ولم يفعلها التابعون ولم يفعلها الأئمة المعتبرون، الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وباقي أئمة الإسلام. هذا جاء بها الجهل، وجاء بها الذين يحاولون أن يأكلوا أموال الناس ويبتزوا أموال الناس ويضحكوا على الناس من خلال هذا العقائد ويفسدوا عقائد الناس. فحذروا هؤلاء وبينوا لهم واربطوهم بالسنة. الصلاة على النبي مظهر من مظاهر الإيمان، الصلاة على النبي شيء عظيم، لكن بهذه الكيفية وبهذه الطريقة هذه يجعلها بدعة، والناس يأثمون بمثل هذه الصورة يا أخت الفاضلة. يقول الإنسان ليلة الجمعة اللهم صل على محمد، في نهار الجمعة اللهم صل على محمد، وكلما إذا قام إذا قعد إذا جلس اللهم، ما في فأس. أما يجتمعون بمثل هذه الطريقة فهذه من أخطر البدع ومن أشدها ولا يتساهل فيها، وهذه الطريق إلى بدع كبرى وعظمى ربما والعياذ بالله، توقع الإنسان في شر أعماله، وتوقع الإنسان فيما لا تحمد عقباه، وربما قادته إلى مصير غاية في الخطورة، نسأل الله العافية والسلامة. آخر سؤال لأخت مريم، اسمح لي يا أخوي المخرج، هذه الركعات اللي ذكرتها يا أخت الفاضل تسمى الرواتب، تسمى السنن الرواتب يا أخت مريم بارك الله فيك. عبد الله من الجزائر، غدا إن شاء الله بإذن الله أجيب على سؤالك لأن وقت البرنامج انتهى. أشكر في ختامه الأستاذ المخرج خضر عبد المطلب وزملائي في الاستوديو، ولكم أنتم أيضا الشكر والتقدير والدعاء المتابعة، وإلى لقاء الغد بإذن الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء،
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين.